خيوتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيتكم موضوع يخص التغذية بالنسبة للعجول. هذه الفلفة، هذه الفلفة درجة عالية من البروتين، الفرق بين الفلفة هذه ما يعني نحوها من الأرض، بصح ما تشيحوهاش في الشمس وخلاص، يعني ما تشيحتش في الشمس، هذه فت على المصنع، مصنع خاص كما تشوفوا، تفوت تتنقى من الحجارة والأعمدة وكذا، ومن بعد تفوت على درجة حرارة عالية جدا باش ينزعوا لها الرطوبة، ينزعوا لها الرطوبة، تولي فيها نسبة قليلة جدا 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 من الرطوبة، يعني تولي خفيفة حتى في الهضم للماشية تكون سهلة وما تضرهمش. المهم هذه نسبة البروتين تقريبا معدل 18، من 18 حتى 20 تقريبا. الألفلفة هذه الواش مفيدة لأبقار الحلوب، يعني للحليب لأنها غنية بالبروتين، فهمتوا؟ مفيدة لبقر الحليب، للماعز، الحلوب، الجمل، للحلوب، المهم أي ماشية تخص الحلوب مليحة ياسر، يعني مليحة ما شاء الله لأنها غنية بالبروتين. بالنسبة للتسمين، الألفلفة تمدلوا الألفلفة؟ لا، ما تمدلوش الألفة. مليحة الألفلفة مثلا اللي يحب يوفر في العلف، مثلا في مكونات العلف، يقدر يمد مثلا يخلط الألفلفة مع التبن، مثلا 50% ألفلفة و 50% تبن، يعني انت وشية تخلطهم مع بعضهم وتمدهم للعجل مع تركيبة علف خاصة، يعني تركيبة علف ما تكونش غنية، يعني ما تكونش غنية بالبروتين بكثرة، يعني ما تركزش للعلف، ما تركبش للبروتين. نعطيكم كمثال، مثلا 50% الفلفة تقريبا نقولوا تقريبا 9% بروتين، اوكي، وتزيدوا لها 50% تبن تقريبا 3، يعني عندنا معدل، هذا يسموه ميكست، معدل 11% بروتين. ومن بعد انت العلف نتاعك هذاك البروتينات الباقيه، لانه يقول لك اقل حد للتسمين هو 16%، اوكي، 16% بروتين. تولي انت واش دير 11%، تبقى لك 5% ولا 6 تكملها انت بالعلف نتاعك، تسوي تركيبه تكون ما تكونش التركيبه ذيه ما تكونش غاليه عليك وتكون مفيده للعجل، يعني تكمل انت 16-17% تاع البروتين، فهمتوا كيفاه؟ هذه عملية ما شاء الله جربناها ونجحت معانا، يعني ما شاء الله، يعني نزيد نعاود، تحط 50% الفلفة و 50% تبن، التبن لازم لأنه يساعد عجل التربية، ما تعطيلوش الفلفة وحدها، يقهم، فهمتوا؟ يقهم شغل أنت مثلا في الأول يحبها يأكلها ومن بعد يقهم، تقهمه ما تدله، حتى شغل أنت مثلا تأكل الشوكولا بزاف 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 تقهم منها. الفلفة الماشية الحلوب. المهم خيوتي هاني نوري لكم الفلفة ما شاء الله، هذه درجة الأولى وممزوعة من، يعني ما فيهاش الرطوبة، نسبة قليلة جدا من الرطوبة، راكم تشوفوا كيفاش شايحة خلاص، هذه البقرة تقرمشها تقرميش. ما شاء الله عندنا في الجزائر، عندنا في الجزائر منتوج خاصة في الصحراء الفلفة ما شاء الله، يعني كميات كبيرة جدا جدا جدا، الشباب يخدموا ما شاء الله، يعني روعة روعة روعة، يعني أنا تمنيت لو مصنع مثل هذا، برك نوريه لكم، نديروه في الجزائر، أوكي، ما شاء الله ما شاء الله، مصنع كيما هذا نديروه في الجزائر، تولي حتى في المنتوج، يولي منتوج درجة أولى، خاطر عندنا نحن الألفلفة في الجزائر ما شاء الله، هذيك الألفلفة تاع الصحراء
المنتوج يولي درجة أولى ولا صحي للعجل ولا البقر، زيادة منتوج الحليب و ويتنقى لخطر يتنقيه. شفتوا هذه قاعدة تنقي فيها هذه، وكنوريكم خيوتي هذه، هذا تنقيه من 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 الحجر، من من العودة، من كل شيء. عشان برك نوريكم وين يتنقى. انا حوس لكم عليها عشان تشوف. ها هوك، ها هذاك حجر، هذاك حجر وعودة وكل شيء. هاي كيفاش تجبد فيها شوف، اسمعوا كيفاش تجبد في الحجر والعودة وكذا. باهي، ومن بعد كي يتنقى يفوت على درجة حرارة عالية جدا جدا، درجة حرارة أو الفرن، هذا هذا الفرن درجة حرارة عالية جدا، باش تشيح للفلفة، تنحيلها الرطوبة، ما تعود والو. يعني تقريبا ممكن منعدمة. انتو خيوتي، هذا فور كبير، هذا هذا فور كبير الى هباها النار. هذا شرح بسيط فقط على المصنع. وبعد كي تشيح كان واحد بريسيون تعصرها تولي البالة. نحن البالة نتاعنا 50 كيلو ولا ممكن ما نعرف قديش، تعصرها البالة تولي فيها 800 كيلو، 700 800 كيلو. هاهو هاي البالة معصورة، هذه فيها 750 هكاكا، معصورة درجة ما تصوروهاش. هاي نسبة الرطوبة، هاي نسبة الرطوبة 12%. اوكي جود بيرفكتو. اه اه 12%. نزيدو نجربو مرة أخرى. هاي 11.7. اوكي هذه نسبة الرطوبة. والبالة، البالة الواحدة توزن 750، معصورة، معصورة عصرة ما تصوروش، فهمتوا؟ هذه للنقل، بالنسبة للنقل، فهمتوا؟ مثلا كاميو يرفد، وتش مثلا بالة تحكم لك الخير والبركة، فهمتوا؟ هاك تشوفي كيفاش خضرة ما شاء الله ومعصورة. يعني هذه مثلا هاكم تشوفوا. ماذا بينا نحن في الجزائر يديروا مصنع كيما هذا؟ أني قلت لكم ليه فوائد كثيرة كثيرة جدا، نتمنوا يديروا في الجزائر. يعني شوفوا المصنع هذا، وخاصة نحن الغاز ما شاء الله نعمنا ربي، بلادنا نعمها بالغاز، الغاز رخيص، يعني كل يعني كل الظروف متوفرة. نحن نحبوا الخير للبلاد. يعني مصنع كيما هذا، مش كيما هذا يكون حديث، هذا وعنده مدة عنده سنين، يكون في بلادنا، لخاطر مش غير للفلفة، حتى التبن، حتى التبن يمر نفس المرحلة، يولي قفرات. برك نروح نوري لكم التبن كيفاش. هستنوا، نحن نتمنوا هذا تطور في مجال أكل الحيوانات والزراعي، فهمتوا؟ برك نوري لكم التبن. مثلا هنا، مثلا هاو هنا الفلفة كما اللي نحوها ويخلوها تشيح هكذا عادي، هذه ما فاتتش عن المصنع، شفتوا؟ تكون بالأوراق ولكن فيها نسبة رطوبة عالية جدا، اوكي؟ يعني نسبة الماء فيها بزاف.
حوشيها تشوفوا بورقيها. اوكي المهم خيوتي يعني نسلم عليكم وان شاء الله نزيدو نديرو فيديوهات واحده اخرى. هاكم شفتوا هذه هي، والعمل سهل جدا. ها يعمرها ويحطها في الواحد هذيك الحفره، ومن بعد هي تبدا تخدم تخرج كيما هك، لين تخرج كيما هك. واني نسلم عليكم وبالتوفيق ان شاء الله، وتهلاو في رواحكم وان شاء الله نزيد لكم الجديد ان شاء الله.